استاذن سيادتك فندم في نقل بث مباشر لموسم الحصاد من مزارع الشركه ومشروع مستقبل مصر ومزرعه النوباريه ومزرعه وادي الشيح. حصاد محصول القمح من مزرعه توشكا. مهندس زراعي مختار جمال محمود من الشركه الوطنيه لاستصلاح وزراعه الاراضي الصحراويه. احنا من موقعنا هنا في توشكا وصلنا باجمالي المساحه المنزرعه من محصول القمح الى 150 الف فدان، حصدنا منها حتى الان 30 الف فدان، وجاري حصاد مساحه 120 الف فدان. اي اوامر يا فندم؟ حصاد محصول القمح من مزرعه الفرافره. مهندس زراعي ابراهيم ناصر ابراهيم من الشركه الوطنيه لاستصلاح وزراعه الاراضي الصحراويه. احنا هنا من موقع الفرافره زرعنا 4500 فدان من محصول القمح، حصدنا منه حتى الان 1000 فدان، وجاري استكمال حصاد 3500 فدان. اي اوامر يا فندم؟ حصاد محصول القمح من مزرعه عين دله. مهندس زراعي مصطفى نصر بشاري من الشركه الوطنيه لاستصلاح وزراعه الاراضي الصحراويه. احنا هنا من موقع عين دله زرعنا 4000 فدان قمح، حصدنا منهم حتى الان 1200 فدان، وجاري استكمال الحصاد بمساحه 2800 فدان. واي اوامر يا فندم؟ حصاد محصول القمح من مشروع مستقبل مصر. دكتور ياسر عبد الحكيم المستشار الزراعي لجهاز مستقبل مصر يا فندم، بفضل الله وتوفيقه تم استصلاح 420 الف فدان وتم زراعه 300 الف فدان للموسم الحالي، عباره عن 70 الف فدان للقمح بغرضين، الغرض الاول اكسار التقاوي والغرض الثاني انتاج الخبز، وتم حصاد 10000 فدان من القمح يا فندم، وجاري استكمال حصاد 60 الف فدان. بالاضافه لده يا فندم تم زراعه 90 الف فدان بنجر سكر و50 الف فدان ذره شاميه و25 الف فدان بطاطس و25 الف فدان اشجار فاكهه. كما تم زراعه يا فندم عدد من المحاصيل على مساحات تتراوح من 2000 فدان الى 10000 فدان، وهم الطماطم والبصل والثوم والفاصوليا البيضاء والفول السوداني. وفي النهايه يا فندم تم زراعه عدد من المحاصيل كل محصول على مساحه 1000 فدان بغرض اجراء التجارب والبحوث عليه قبل التوسع في زراعتهم، وهم محاصيل الالياف مثل محصول الكتان، ومحاصيل الزيوت عباد الشمس وفول الصويا، ومحاصيل الاعلاف الذره الرفيعه والبرسيم وفول الصويا، وكذلك من محاصيل الخضر البسله والجزر والكنتالوب والبطيخ. واي اوامر يا فندم؟ حصاد محصول القمح من مزرعه النوباريه. مهندس زراعي محمد حسن الغمري من قطاع الامن الغذائي. احنا هنا يا فندم من موقع النوباريه زرعنا 5000 فدان من محصول القمح، حصدنا منهم حتى الان 2000 فدان، وجاري استكمال حصاد مساحه 3000 فدان. واي اوامر يا فندم؟ حصاد محصول القمح من مزرعه وادي الشيح. مهندس محمد جمال غريب شركه مودرن فارمنج للاستثمار الزراعي بالتعاون مع شركه مصر العليا لاستصلاح الاراضي احدى شركات جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. احنا هنا يا فندم بمشروع وادي الشيح بمحافظه اسيوط، تم زراعه 1000 فدان بمحصول القمح، تم حصاد 200 فدان، وجاري الاستكمال حصاد 800 فدان. اي امر يا فندم؟ يا جمال. ايوه يا فندم. سامعني؟ ايوه يا فندم سامع حضرتك. طب انا بهنيكم على ان انتم زرعتوا في وادي الشيح، لان وادي الشيح كان على مدى السنين اللي فاتت كان يصعب الزراعه فيه. عملتوا ايه؟ هو كان تحدي كبير يا فندم، بس الحمد لله بتوفيق ربنا ودعم سيادتك وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه مع القطاع الخاص قدرنا نتغلب على مصاعب الارض من حجاره وصعوبه ارض، وعملنا احدث شبكه راي باستخدام احدث نظم في العالم بمحطات الارصاد باجهزه حساسات ميه في الارض عشان نرفع كفاءه استخدام الميه ونحافظ على الميه يا فندم. انت عارف يا جمال انا بسال السؤال ده ليه؟ عشان اقول للناس ان اللي نجحوا هنا في مزرعه وادي الشيح 10000 فدان مش كده؟ ايوه فندم. ال 10000 فدان دول ده مستثمر مصري هو اللي دخل بتقنيه مختلفه وقدر يقول ان انا رغم ان الارض دي
قد لا تكون صالحة للزراعة في أسيوط، لكن أنا هزرعها، مش كده وليد؟ مش كده؟ تمام يا فندم. والحمد لله رب العالمين، مش كده؟ وزرع محاصيل تانية. فأنا بهنيكم على المزرعة دي بالذات. ليه؟ لأن هو الدلالة بتاعت الموضوع إيه؟ إن دايماً مادام في إرادة وفي إصرار، وحتى والعلم دايما بيخدم على امور قد لا تكون نراها كثيرين، ان هي يعني المزرعه دي بالذات انا بتكلم تحديدا 10,000 فدان في اسيوط على مدى سنوات طويله كانت الاجراءات اللي بتتعمل مش قادره تنجح الفكره. جه مستثمر قال انا هنجح لكم الفكره هنا وانا هزرعها، مش كده توفيق؟ تماما. فانا بهنيكم على ده يا جمال، وكملوا، لان ده اولا فرصه عمل كويسه لشبابنا في اسيوط، ان هم يبقى في اراضي تضاف للعمل والناس تيجي تشتغل فيها. ثم زي ما بقول هي ما كانتش ابدا من منظور ان هي تخش الخدمه وتشتغل. فانا بهنيكم، متشكرين يا جمال، شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا فندم. شكرا. اي عمر يا فندم.